بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه 405 اسونس 6 شفو. تو باش نحاول نتكلم شوية فرنساوي شوية عربي حسب طلبات الناس اللي يتابعوا فيا في الانترنت. هذه 405 اسونس يعني 405 بنزينة. قوتها يعني عندنا في تونس نسموها قوة بالحصان 7 أحصنة يعني 6 شفو. فيها مشكلة نتاع ماء، الماء تبدا ترجع في الماء من الراديتير كي دي ماري ترجع الماء في الراديتير بعد هذاك. تو هذه قلت لكم هذه تنفخ في الماء من الراديتير. تو باش نحاول نديمار ونشوفوا ايش بتعطينا. ندير نعبوها الراديتير على الاخر هنا ونشوفوا هذه العمليه شنو هي. هاي ديمار يا شفت الماء كيبدا خارج لبرا. هذه كي تسخن تزيد اكثر من هكاك. دور الريتور هذا نتاعو شفتو. هذه ما يمشي بها مولاها 5 كيلومتر 10 كيلومتر الا تفرغ له من الماء. عاود يرجع سيبو كيك. شفتو كيف بقبق الهواء هذاك ديفو. تو تشوفوه شنو منين بالضبط. وهذا نعمل لكم عليها يعني امتحان سؤال وجواب. الماء هذاك يعمل هيك علاش؟ وتو باش نحلوا الموتور ونشوف. هاي سكتي
خلاص.